ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لكل حبايبي بقى اللي مستنيين الجزء الثاني من اوبن داي شمس وظل، النهارده بقى هنعرضه لكم في حاجات جميله قوي وباسعار حلوه جدا لكل الناس اللي بتدور على هدايا عيد الام. كل سنه وكل ام طيبه، هتلاقوها في الفيديو ده. ولكل الناس اللي بتدور على احتياجات رمضان وباسعار جميله، ان شاء الله هتلاقوها في الفيديو. بس قبل ما نروح نشوف الفيديو الجميل دوت وهتعملوا تسوق معانا وانتوا قاعدين في البيت، ما تنسوناش بقى في اللايك وفي الشير والسبسكرايب لو انتم لسه جداد في القناة. يلا نروح نشوف الفيديو. لكل حبايبي بقى اللي مستنيين الجزء الثاني هنعرضه لكم دلوقتي، هتلاقوا حاجات جميلة جدا. واول حاجة زي ما انتم شايفين كوليكشن جميل قوي عن الفضة، هتلاقوا كل حاجة انتوا بتحبوها في الفضة وبأسعار حلوة قوي وهتعجبكم. انا من الناس اللي بحب الفضة جدا، وفعلا لقيت حاجات جميلة جدا هنا، هتشوفوا كل حاجة وهعرفكم عليها دلوقتي حالا. تعالوا بقى نشوف الفضة ونتفرج على كل حاجة. وعندي 3 احجار برضو، اي حجر ب50، ايوه، وجرام كله ب30. والخواتم دي بكام؟ خواتم بقى، خواتم عندي العقل من اول 50، ده بالنسبه للعقل. بالنسبه للخواتم العاديه من اول 80 لحد 240، تمام، دي اعلى حاجه. والسلاسل نفس الكلام من اول 80 لحد 240، تمام. الانسيالات من 100 لحد 300 بالاساوي، حاجات حلوة قوي. والحلقان من 50، اكتر حاجة عاملة 150. حاجات جميلة جدا واسعارها حلوة. عبدين محمد نجيب، تمام. في صفحة للجروب ولا حاجة؟ لسه عاملينها النهاردة عامة يعني. طيب خلاص هاخدها منك ان شاء الله. من على الرقم، حتى لو بعتلي على الواتس هبعتلك اللينك. طيب خلاص، ممكن بقى تقول لنا كده على الحاجات اللي عندك. تمام، احنا معانا بقى هنا اهوت نسوان طيبين، هلالات رمضان طبعا. طيب تمام، وفي صواني مكسرات. ودي اسعارها ايه بقى؟ 35. 35، احنا النهارده موحدين السعر يعني في كل حاجه. عشان المعرض بقى وكده. صواني المكسرات هنا اهوت مربع زي كذا شكل ليه. تمام تمام، والمدور بس فيه شكل منه خلص. وهنا تاني كل ده ب 35. وعندك بسم الله صينية رمضان برضو جميلة بتاعت اليانوش والكف. في منه بقى السيلفر حلو قوي. وهنا عندك السيلفيز دي 40. وفي القلب دي 45. حلوة قوي شكلها. معانا الاشكال بقى كلها الصواني. معانا الهلال دوت 90. تمام. شوف بلانشات دي كلها بقى هنا. بلانشات دي جميع الأزايز دي 5 رأسات. دي بكام برضه؟ 35، 30، 25، 20، 15. تمام. 5 رأسات حلوة أوي. طبعا لما بتاخد العرض كله بيبقى في فرق. أكيد طبعا. تمام. اهو ده اسم المكان يا جماعه. شكرا لحضرتك جدا. في بقى العلبه الشهيه دي بس خلاص خلصت، دي اخر قطعه بتاعت الاستاذ علاء محفوظ. بس انا بفرجك عليها اللي هي الكوسترات، 6 كوسترات ب6 اشكال. ده هم نفس الاشكال هتلاقيها هنا اهوت معاكي في الدلايه دي اللي انت بترسميها على وش النسكافيه. ايوه تمام. نفس الاشكال دي بس طبعا ما تعملهاش بمعلقه وتبقى كتيره، اللي هي عباره شوفي ده الملاحه مثلا كانك بترش كده حبه صغيرين تديكي نفس الشكل على الوش. حلوه قوي جميله جدا. لو حطيت كميه كبيره هتنزل حبه هتلاقيها. اكيد طبعا اكيد. الدنيا ما دي بقى بكام دي؟ دي 35 برضه. حلوه قوي. احنا محددين النهارده السعر عشان اول يوم نشارك معاك. يلا بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. دي اسمك ايه؟ طيب اسم ال، علي صوتك يا لينا، اسم الليك بتاعكوا ايه؟ اسمه امازيغ سيوا برودكتس. اوكي، طب انت ايه بقى، قولي لنا الحاجات اللي معاكي كده يا لينا. هو كل الحاجات دي سيوية.
عندنا زيت بتاع الشعر ده ده ب50. ايوه ده نخاع. عندنا وعندنا كريم الكريم ايوه ده ب70. وعندنا كاتاليب 15. كلها حاجات من سيوة صح؟ ده ب30. تمام. وعندنا اباجورات الملح دي ب120 والباقي ب140. حلو قوي. وعندنا الزعتر الاثنين بنفس السعر ب25. حلو. والشنط دي الحاجات الحلوه الجميله دي الاثنين دول ب30. ودي ب15. ودي اخر واحده ودي ب60. حلو. دي برضو البلح ده ب25. حلو. ده زيت الزيتون. زيت الزيتون ده 140. تمام. قلت لي اسم اللينك ايه تاني؟ الصابون اللي بالملح ده ب15. تمام. موافق على كده. ده اللينك بتاعك. انا كده كده بروح سيوه كل شويه لو في حاجات من اللي عارضها على الصفحه. تمام. انت عايزه حاجات غير ده خلي بالك برده. اوكي ماشي. هنسافر بعد بكره بقى ممكن اعرض الجمعه اللي بعد كده. غير كده انا موجود بقى في المعادي لو عايز اي حاجه. تمام خلاص ماشي. ابتدي. بصي عندنا الكريم ده كوكو باتر بزبده الكاكاو. تمام. ده ب20 ده نزل عليه عرض برده ماشي. وهنا في شوارات دي نزل عليها عرض كيلو ب60. تمام. في كيلو ب70 ده فروتس ودوت زهور عشان كده ده فرق السعر. تمام. ونص كيلو ب50 برضو شوارات. تمام. تمام. اقول لك ايه تاني ده تبع شركه ايفون. ايفون ده كل حاجات ايفون. تمام. برفانات اي نوع برفان اي نوع برفان من دول ب150. ايفون ما بتنزلش اقل من 300. عارفين تعملين ديسكاونت. عاملين عروضه. ودي سليبر مشهوره قوي معروفه نازله ب135 عندي. تمام. تمام. دي الحجم الصغير ب95. في عندنا الرولس بتاعت الشنطه ديت اي حاجه اي بارفان 45 جايه في الطريق. تمام. والكونديشنر تحفه. ده عرض على بعضه الاثنين مع بعض ب90. حلو قوي. تمام. ده بودي سباش برضو من نواحي حلوه قوي انشانت ب80. بودي سبلاش والكريم الايد بتاعه نفس الريحه. حلو قوي. جميل. تمام. ودي المجموعة برضو بنفس كلها بقى مع بعضها دي ب200. اي بقى سبراي ب50 رجالي وحريمي. حلو قوي. والرول اون برضو كام رول؟ 17 و53. جميل قوي. حلو قوي. تمام. اسم الصفحه بتاعتكم ايه؟ اسمها برونز. برونز. تمام. ايه عندكم جروب او حاجه على ال بيج على فيسبوك؟ ماشي. في مكان بيوفر بيبيعوا بس على الاونلاين ان شاء الله. اونلاين. اوكي. طب ممكن تعرفينا على الحاجات اللي عندك؟ الحاجات فين بدي اشتري وبدي اشتري حاجات بقى للدايت وكده. هي اخر حاجه عموما هو دايت قوي بس قطع من دي الابيض. بس طبعا ما شاء الله. ربنا يزيدكم ما شاء الله. وايه دي اسعارها اللي مكتوب عليها؟ انت كنت شايفه دي ب35. تمام. قائمه الاسعار اي قائمه الاسعار. سمارت ميل. هي عندهم بقى كل الحاجات الصحيه وشوفان اهو دوت اسم المكان اهو والرقم. تمام. شكرا لك جدا. شكرا. في هي الحاجات الهنديه ديت وعندي الدلك السوداني والصابون المغربي وبجيب حاجات من جنوب افريقيا زبده الشيا. واسعار الحاجه ايه بقى الرينج بتاعهم؟ بصي الاسعار كلها جميله جدا. بصي دي ب75 بس عاملين عليها ديسكاونت. ده طبق بالنجمه. دي عشان حاجات رمضان بقى وكده كنت طيبه. ده طبق ونجمه زي ده بس عليه كبس. ده يعتبر طقم. ده هو طقم ثلاثه فانوس الهلال والنجمه. ده ب100 جنيه. تمام. في منه اللون الذهبي.
دي بقى الحاجات دي منه اللي هو السيلفر ده برضو شكله شيك جدا. لا جميل جدا. دي هي لعبة اكس او. اه في بقى الصينية دي اكتر من ده كله هاند ميد من الدنيا. اه دي بكام بقى الصينية دي؟ الصينية دي 45. اه حلو قوي. هم ليه الحاجات دي فيه؟ الحاجات دي بتاعت مدام رضا جايه لحضرتك. اه طب نكمل هنا بقى. دي الكومبينيرات دي برضه. اه الكومبينيرات دي ب 30 ودي ب 50 واللي تحت دول ب 40. شكلهم حلو قوي. في برضه اشكال رمضان هنا ده ب 20 ميداليات كده 30. في كسترات رمضان طبعا وفي ميداليات رمضان وفي اللي هو الماجناتيك بتاع الثلاجه. ده بكام دوت؟ الماجناتيك الشخصيه ب 10. في مجموعه هنا المجموعه دي 25. حلو قوي. هنا ده السوداني. دي غير انا بدوس الطبيعيه دي جميله جدا. بنشوف الناس اللي بشرتهم صفره رغم ان هم الصبح تحس ان بشرتهم مشدوده كلمه او مشدوده كده من الدلكه. وفي صابون مغربي فانيلا زرقاء وزيت الزيتون بس الاثنين معاهم القهوه. حاجه يعني شغل عادي. في التبريمه الهندي التبريمه المغربي دي دي ايه دي بقى؟ دي الاعشاب دي على فكره الحاجات دي كلها بتتحط في الحمام المغربي. يعني اللي بتروح بتدفع الافات هنا الكورس كله ما يكملش 200 جنيه بيكفي 4 مرات. دي حاجه اسمها فيجين حبشي ده من اديس ابابا من جنوب افريقيا. ده يعتبر كرياتين طبيعي. ده للشعر بقى. للشعر بيعمل مهمه جامده جدا للشعر. ده بكام ده؟ ده ب 75. طبعا في الجاز. وفي زيت خردل في زيت امامي في صابون اهو برضه. طبعا في صابون الذهب. في عندنا الكولاجين البحري ده بشره وشعر. كولاجين بذرات الذهب ده بكام الكولاجين؟ دي ب 35 ودي ب 30. في بقى محمريه اماراتي دي تعتبر ارقى انواع المحمريه. ريحتها طافه جدا. وفي برضه عندنا منتجات اوريفلام السعر اقل من الكتالوج وفي عضويه مجانيه النهارده. تمام. اسمي في عندك بيج على الفيسبوك او حاجه ولا ايه؟ اسمي ام هنيه مع بيج. اوكي في كارت او حاجه؟ اهو الكارت بتاعهم بيبيعوا بقى حاجات كتير. طب قولي لنا كده بقى الحاجات اللي عندك هنا. هو مش كل الحاجات دي في حاجات خلصت. اوكي في عندنا ورق احنا بنتفرج. في موتزاريلا. بكام الموتزاريلا دي؟ ده نص 35. وفي ميكس سوري. وفي عكاوي. وفي بقى توابل. زعفر سوري وتوابل شرق اقصى وكبسه وسبع بهارات. وفي بقى الصوصات دي. وديت ايه دي؟ خل ال ده خل تفاح خل اعشاب خل بلسمك صويا صوص ودبس رمان. اسعارهم ايه بقى الرينج بتاعهم؟ اي ازازه ب 15. والمايونيز ده كيلو من مات ب 40. حلو قوي. 25 ده نص تومين. وده كول سلو ب 35 برده نص. جميل قوي. والساوزند ايلاند نفس الكلام. وميه الورد ديت؟ ميه الورد ب 20. تمام. طبعا عندك كانت حاجات كتير بس ما شاء الله بقى. ان شاء الله الاسبوع الجاي. ان شاء الله. شكرا لك جدا. تمام. ممكن تقول لنا على العروض بقى اللي عندك؟ احنا عندنا كل انواع التوابل. عندنا 12 نوع توابل عاديه. تمام. الفلفل الكمون والشطه والزيتون والبصل الاساسي. في حبان. في بقى الاضافات الجديده اللي نازله شاورما توابل شاورما توابل شاورما لحمه توابل شاورما فراخ توابل شيش طاووق محشي اكلات جديده الاكلات المصريه بتاعتنا. تمام. ورينج اسعارهم ايه؟ توابل الكشري. دي كله للمعرض هنا ليها اسعار مختلفه. اكيد طبعا. 12 احنا هنا بنبيعوا 9 جنيه. التوابل دي 12 بتتباع ب 10 مخصوص للمعرض. حلو قوي. ب 30 بتتباع ب 25 هنا. شوف العرض زي المميز. تمام. كلها منتجات طبيعيه بجوده عاليه جدا الحمد لله. الناس كلها بتعيش وبتشرب الحمد لله. الشغل حلو. شكرا بالتوفيق ليك جدا ان شاء الله. صوتك بس تقول لنا على ايه؟ عندي فيديو على فيسبوك ولا حاجه؟ عندي على ستور. اوكي ماشي. دي بتبيع اونلاين صح؟ ببيع اونلاين. تمام. طيب ممكن تقول لنا كده على الاسعار بقى؟ عندي الاسعار بتبدا من 75 بوكيت و بوكيت كروس. لا لا. وفي
75 بوكسات محفظة بوك وديت بوك وكروس ماشي. هنا دي ب 125 120 ماشي. دي ب 150 والشنط الكبيره اللي 160 ديت 150 اسعار ثلاثه تقريبا 210 210 برضو دي ال ده برضو 210 دي 240 دي عيد الام بقى طبعا اسعارها حلوه جلد باين عليه ان هو نظيف جدا فعلا حاجات مستورده لا باين عليه معايا ديت برضو 230 ماشي. في ديت ب 200 الدوش ديت الصوره جنبها كده الصغيره ديت ب 125 الباك اللي هو ورا دولت 150 ديت 240 الصوره الثانيه الصوره الثانيه 225 حلوه 150 150 في حاجة بتحسب 100 وفي 125 شنة ديت ديت دي حاجات خفيفة شوية ما تقدرش تشيل حاجة تقيلة حاجات قليلة سبورت شوية ديت بتوع عاملة 170 الثانية ديت عاملة 275 اللي هي الجلد ديت كل دي حاجة تانية اللي تحتيها دي برضو في 120 في 80 جنيه 125 اللي هي القماش ايوه ايوه و 125 اللي هي السودا وفي بقى اللي هي حاجات البيبي 150 150 حلوه قوي 250 دي خامه عاليه 180 حلوه قوي 290 و 150 شنطه السرير 450 حلوه قوي وفي ديات بتتشال باك وكروس ب 200 كده بتتشال كده استنى مش هينفع كده ماشي اوكي عندك بنت على الفيسبوك ولا حاجه ولا مش هو اسم المكان اهو وفي مكان بيبيع فيه ولا هو اونلاين اونلاين تمام طب ممكن تقولي لنا بقى كده الحاجات اللي عندك بصي وانا عامله اوفرز النهارده يعني عن البيج البيج اسعار هتلاقيها مختلفه غير اللي انا منزلها ده عشان المعرض فعندي حاجات ليها علاقه بالميك اب وفي حاجات جزء تاني للسكين كير والعنايه بالبشره بقى والشعر والحاجات دي تمام في حاجات حلوة قوي برضو معظمها أوريجينال يعني الحاجات الكوري دي أوريجينال دول كوري ده لأليب بالم حلوة قوي وأنا عاملة عروض برضو على الروجيت 30 جنيه أي روج وأي تنت 25 برضو في هنا الكريم الأساس كامل أسعارها في أسعار متفاوتة بصي عندك 75 ده بي بي غرنية 90 ده بره ب 150 يعني أنا أسعار مختلفة شوية ده برضو ب 150 ده أوريجينال ده فتمين ده برضو بره ب 220 معروف اللي هو غالي والمسكرة دي ب 60 دي إسنز برضو ودي الأوريجينال بتاعتها دي هاي كابي ودي الأوريجينال برضو في بقى كونسيلر وده حلو جدا جدا ده حاجه كده سحر يعني ده ايه ده بقى ده البيكن باودر دي حاجه كده زي سكرابر كده للبشره بتشيل كل الخلايا الميته والبثور السوداء وبتشيل طبقه الجلد الاولى حاجه كده فظيعه يعني تمام ودي بقى حاجات بقى العنايه بالجسم في برضو دول حلوين قوي بحبهم يعني ده البادي سبلاش وبادي لوشن وده غسول وبرفيومز وكل حاجات دي عليها اوفرز يعني تمام شكرا لك جدا نظري ده اوكي ممكن بقى تعرفينا الحاجات اللي عندك كده شركه زيكر للاواني السويسريه اواني عالميه مصنوعه من النيكل كروم رابع معدن العالم اللي بتصنع منه تقويم الاسنان والشرايح المسنده بتركب في جسمنا في العمليات عمرنا طبعا مسنده حد مركب تقويم او شريحه او مسمار بتفعلك مع جسمه فبالتالي الاواني بتاعتنا ما بتتفعلش مع الاكل يعني عندي دي مثلا ايوك
دي خاصه بالقلب، ممكن اقلي فيها السمك مع البطاطس مع البانيه مع قطايف او زلابيا او فنكوش بالسكر مع بعض في وقت واحد، مفيش حاجه فيهم بتاخد طعم حاجه، كل حاجه فيهم مستقله بطعمها، حتى السمك ما بياخدش طعم حاجه ولا الحاجات اللي معايا بتاخد طعم السمك. فبالتالي كل الاواني بتاعتي من نفس المعدن ما بتدفعيش مع ال. وديت عامله كام دي؟ دي بعد الخصم عامله 9828، واقدر ادفع 5% كل شهر، ده العرض بتاعي الاسبوع ده 5% بس بدل 10%، بدفع 491 على 20 شهر. اه كمان عندي الشوايه ده من نفس المعدن. اه دي بكام ديت؟ دي عامله 9390، بدفع كل شهر 469، يعني 400. اماني اماني عندك جروب ولا حاجه على اسمه ايه؟ تمام. طب في مكان ده بتبيع فيه اصلا ولا ايه؟ في مكان بتبيع فيه؟ لا هو نافع. تمام اوكي خلاص، انا هاخد منك اللينك بتاع الجروب. خلاص تمام. اوكي ماشي، ممكن بقى تعرفينا الحاجات اللي عندك؟ حمام كريم، جيل شعر، غسيل عرق، كريم شعر بديل للزيت، بادي سبلاش، شامبو وبلسم. اه والحاجات دي اسعارها ايه؟ اسعار بصي يعني مركزه، ممكن اول ايدي الناس كلها تاخد منها، يعني ممكن اغلي بس هي حلوه اسعارها، يعني جيم ب 20 حلو قوي، زين العرق ب 30 تمام، كريم الشعر ب 25، الشامبو والبلسم، الشامبو ب 60 والبلسم ب 60، ينفع للشعر البوركين كلها مواد طبيعيه. بدوس بلاش ب 50، غسول بشره ب 30، غسول بشره عباره عن لبان الذكر وكولاجين وميه الورد، صابون جليسرين بالعسل والزعفران، صابون بالقهوه والفحم بالنيله، كل انواع الصابون. كل انواع الصابون تمام. في شاور بال تمام، حاجات كلها طبيعية، ده مزيل عرق رجالي، ده الحليب، حاجات كلها طبيعية. اسم الجروب اسم الجروب ايه معلش قولي تاني؟ اوكي كده بقى يا حبايبي، عرضت لكم الجزء الثاني من اوبن داي شمس وظل، يا رب يكون عجبكم. وعلى فكره بقى الاوبن داي بيتعمل كل جمعه في نفس الميعاد، وبتبقى فيه حاجات تانية ومعروضات تانية، وان شاء الله تبقى فيه حاجات تانية بمناسبه عيد الام ورمضان. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش